السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. زوار مساء الجهة الكرام، من المواضيع التي تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني، ألا وهي موضوع التدبير المفوض. قرابة 3 عقود والمغرب نحى هذا أو صار في هذا المنحة لتقييم أدائه ولتقييم هذا الملف. يسرنا أن نستضيف الأستاذ الجامعي الأستاذ القادري عبد الرزاق بوتشيش. نعم أستاذي، كيف تتابعون هذا الملف؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أستاذ أحمد، موضوع ديال التدبير المفوض رغم أنه يدرس في الجامعات غير ذلك، الكثير يعني ما ليس على إلمام بهذا الموضوع. أنا طرحت بعض الأسئلة على بعض إخوان من الدائرة ديالي، داك الشيء ما عرفوش، قالوا حنا نجهل، يسمعوا به ولكن الحقيقة ما يعرفوش. هذا التدبير المفوض أخي أحمد هو قديم جدا، راه التاريخ ديالو الأول 1906 في المغرب، إذن يعني قبل ما دخلنا الحماية، ياك يعني 1907 كانوا بعض الاتفاقات اللي كانوا يهيئوا باش يفتحوا طنجة كأنه يعني مدينة مفتوحة للعالم، كانوا يهيئوا تما بدأ في المغرب يعني التدبير المفوض. من بعد جات في 14 بعد الحماية جا 14. كيفاش كان التدبير المفوض ذاك الوقت؟ نصوص قديمة عامة ماشي نص خاص، نص يعني مش نقولك تعريف ديال العقد. العقد هو يعني وثيقة تجمع تربط ما بين طرفين حتى هما كذلك. التدبير المفوض كانت نصوص عامة كانوا يعملون بها. جات الحماية، السلطات الفرنسية أسست بعض المؤسسات هنايا، يعني ذيك المؤسسات كلها على شكل شركات أجنبية تدير يعني مصالح المغاربة، يعني مرافق اللي كانت تكون عمومية كانت مرافق بين يدي شركات أجنبية. بقات على هذا المنوال حتى إذا أن استقل المغرب 1956. اش دار الدولة المغربية؟ استرجعت هذوك المرافق اللي كانت على يد الشركات، استرجعتهم ردتهم عمومية، من ثم هما مرافق عمومية إلى حد يعني منحهما إلى شركات أجنبية ابتداء من 1997. هذا الموضوع سيدي أحمد سيضطرنا إلى تناول يعني واحد الحدث صارخ بالمغرب، وهو حدث تحويل الشركات العمومية أو المرافق العمومية، تحويل الشركات العمومية إلى القطاع الخاص. هذا الشركات العمومية تحولت ابتداء من 1997 وهي كانت إلى غير حتى 2006 وبعد 2006. ماذا وقع هنا؟ يعني هذه إرادة سلطوية بما فيها رئيس البلاد، زعما باش ما نقولوش يعني قالوا أودي الله يخليك هذه الشركات الذي هي تابعة للدولة راه تلام أو يعاب عليها أشياء كثيرة، منها يعني عدم الإنتاج، منها يعني موارد فوق الاحتياج، فوق الحاجة، نفقات يعني إن لم نقول إسراف، تبذير أو إسراف، كتقول لا سو برودكسيون لا سو كونسوم لا سور كونسوماسيون اي لو سور افكتيف بالفرنسية، سمحوا لي باش الناس يفهموا هادشي. قالوا ودي ما كان باس ردوا هذا الشركات اللي تابعة القطاع العام للقطاع الخاص، لان القطاع الخاص يخضعوا لسياسة السوق وعندهم ردودية وعندهم محاسبات وعنده أكفاء، غادي يجلبوا لنا بعض الأرباح ويزولوا واحد 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 الحمل ثقيل على الإدارة، لأن كان عندنا نفقات كثيرة في هالشيء، وكل ما هو
مرفق عمومي كانت الإدارة فيه إلا تعطي مساعدات كثيرة تثقل كهلها ولا سيما يعني الاعتمادات العامة اللي بيجي جنوب. فكل مرة كل مرة قالت ديما كاين باس غادي ندوزهم، وجات ودازوا بواحد بعض القانون اللي دوزوا هادشي بقانون 39/89 اللي تم تسميمه وتعديله بقانون 45/90 وتم تعديله وتسميمه بقانون اخير 39/98. ما كان باس ندير القوانين في السبوره باش المتتبعين الكرام يعرفوه مزيان. ها هو ما سيدي احمد شفتهم يعني تحول الشركات العمومية نعم الى قطاع الخاص. نعم اشحال تحولت من شركة؟ غادي نقول لك العدد ولا ربما ستنباهر. 144 شركة عمومية تم تحويلها الى القطاع الخاص. 18 فندق في هذيك كلها اغلبية. وفين مشى هو هادشي؟ فين مشى؟ لمن مشى؟ فين مشى؟ من بعد غادي نقيموا النتيجه. على كل حال انا بغيت نعطيك الاهم، ما تكون عندك نظره اهم الشركات. جبت واحد 16 من هاد 144 ونعطيك اللائحه، ولا ربما اش متتبعين يعرفوا هادشي، راه عارفين الاساتذه عارفين وكذا، ولكن المتتبعين يعرفوا يسمعوا كذا كذا كذا. يعني انت واحد اللائحه شوف الشركات العموميه التي تم تحويلها الى القطاع الخاص. رجع منا نديها هكا، رجع باش تقرا انت ولا انا؟ تفضل اللي بغيت. كاين سيدي احمد الشركه الوطنيه للاستثمار اس ان اي سوتي ناسيونال دانفستيسمون الملك المغربي للتجاره الخارجيه. كتقول لي المغرب الملك المغربي للتجاره الخارجيه كان ديال الدوله. ما نقدر ندخلوا الاسماء شكون اللي داه، واحد المجموعه ديال واحد الشخص مغربي معروف. الشركه النقل المغربي ستائم اسمنت الشرق هذا كان في جهه ديال وجده، يعني قبل وجده بواحد 45 كيلومتر من جهه العيون سميتو لاسيور اسمنت. الشركه الوطنيه للحديد والصلب سوناسيد. الشركه الوطنيه للتحليل الكهربائي والبتروشيمي سنيب. رجع باقي انا جبت غير 16 سبعه صوفاك واكدوم. هادشي كلهم الناس اللي كانوا يديروا قروض الاستهلاك والقروض ديال السيارات يعرفوا هاد الجوج ديال الشركات راه كان ديال الدوله تباعوا. اربعه ديال الشركات عموميه كلها تنتج معادن. واحد الشركه تنتج، ما بغيتش نعطيك الاسماء، انتاج الكوبالت، انتاج الفلورين، وانتاج النحاس، وانتاج الفضه. لا سمير راه معروفه، سمير تباعت جوج مرات هنا المره الاولى، من بعد تباعت لواحد سعودي من اصول افريقيا الجنوبيه. يعني خلى واحد السبوره سوداء ينارد وازموار 43 مليار ديال الدرهم كتسول الدوله والجمارك. الشركات يعني تنشطوا في مجال المحروقات، سبعه ديال الشركات كلها في المحروقات، فهمتي؟ يعني كلها مهمه جدا. باقي يعني جبت لك 16 شركه فيرتيما ديال المواد الفلاحيه، شركه تامين سينيا، شركه التبغ ريجي دي طابا. هذه شركة التبغ ما شراتش غير الشركة، شرات حتى الأراضي فين كان التبغ، ديك الجوايد ديال وزان إلى غير ذلك. اتصالات المغرب معروفة. الشركة المغربية لصناعة السيارات سوكاما. الشركة المغربية للشاي والسكر. كلشي هادشي عطيتك غير المهمة، كاين ما أكثر. 16 مهمة وهي 144 ومنها 18 فندق. هذه الشركة تبعت شكون اللي شراها؟ 70% أجانب، كلهم أجانب، و 30% مغاربه. يعني باش يكون عندك واحد نزيدو نتمشاو شي شويه كيف يعني تم اعتماد هذا الحدث. يعني كان المبررات راه تكلمت قبيله عليها شي شويه، قالوا ودي غادي نحولوا يعني التسيير والتدبير العمومي اللي كان يعاب عليه بزاف ديال الاشياء، والتدبير الخاص الذي هو فيه نجاعه ومردوديه. وهالشي اللي بان الارادات ديالو، بعض يعني المنشورات تتحدث عن 80 مليار ديال الدرهم، جزء مشى منها الصندوق الحسن الثاني،
وجوز مشى ل يعني دعم بعض الاعتمادات السنوية المالية، يعني اعتماد واحد مشى فيه واحد 24%، وواحد كذلك بحال هذا شوية، والآخر يعني تم إيداعه بالصندوق الحسن لو فون حسن دو، الصندوق حسن الثاني. شنو وقع في ذاك الوقت يعني بهذا الجويه ديال 97 98؟ كان ناسب ووافق واحد الحمله داروها ديال مغادره الطبيعة، في الوقت اللي خوينا المؤسسات يعني الشركات العموميه الى غير ذلك، وبغينا نخفوا بنفقات الدوله، يعني بغينا نخفوا نفقات الدوله. جا السي اليوسفي في حكومه التناوب، اعطى واحد الدوريه مهمه جدا، ترشيد النفقات، يعني منع الاضرار باستعمال الهاتف النقال، يعني تخفيف نفقات الموارد البشريه، ريدكسيون دي شارج دو بيرسونال، يعني دار المجهود ديالو في هذا الوقت. اش وقع في هذه المغادره الطوعيه؟ مشاو لنا الكفاءات الكبرى، كاين اللي مشى كفاءه خرج منا ومشى دار ومشى دار ومشى دار المشروع، واستفاد من ذيك العلاقه ديالو اللي خلاها في الاداره، فهمتيني؟ واش هادشي جيد او لا الله اعلم، فهمتيني؟ وكان اللي خرج وراه في الدار جالس، وكان عليه يكون لنا واحد 10 ولا 15، مع كل الاسف لم تراعي الاداره هذا العنصر. نعم نعم نعم، كان على الاقل ما يخرج حتى يكونوا لنا كفاءات جيده، ما نكذبش عليك. شنو هذا كي وقع هذا 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 البيع ديال هذه الشركات؟ حنا كنعرفوا كي نبغيو نبيعوا شي حاجه خصنا نديروا واحد طلب العروض، ان ابيل دوفر، الا بغينا تكون منافسه. هذو كان ثلاثه ديال الطرق، الطريق الاول طلب العروض، الطريق الثاني عن طريق البورصه ديال الدار، والطريق الثالث هذوك الاجراء اللي كانوا خدامين في هذوك قلنا لهم شاركوا انتم تولي مساهمين، ولكن الاغلبيه كيقولوا يعني الارقام ما بين 40 حتى 45% كانوا عن طريق طلب العروض، ولكن كانت يعني منح مباشر، كان منح مباشر، يعني بعض الاحيان كيديروا طلب عروض وما تجيش ما يجيوش يعني يحطوا ملفات ديال العروض، ويبقى ملف واحد يحلوه يفتحوه، ملف واحد ما كان منافسه. هذه انا عاقل عليها بعض الشركات العموميه اللي تبعت تحل ملف واحد وتحل وعطاو له من حوله. من بعد نقول لك واش هاد الطرق عطات ثمار ولا ما عطاتش. بغيت سيدي احمد دابا كي تقول اودي حنا راه هادو شركات عموميه، وشركات عموميه وكاين موراها في نفس السياق اللي هضرت عليه وهو تدبير المفوض، تدبير المفوض في السياق ولكن اقل حده من التفويت، هو خلاو المرافق العموميه ولكن فوضوا التدبير. كيفاش نقولوا فوضوا التدبير؟ يبقى عندي المصلحه، يبقى المرفق كنعطيها هي والموارد البشريه ديالها، ونوقع نبرم واحد العقد، وذاك العقد ندير شنو هما الشروط ديال كيفاش انت غادي تدبر في محلي في مكاني. انا غادي يعني المفوض ستمنح له يعني ايرادات، اما ايرادات يعني جزافيه او نسبه بالارباح يتفقوا عليه. انا هذا العقد مع كل اسف لم انجح ان اضع يدي عليه، ولكن ان شاء الله سامل بجهدي لكي اطلع عليه ونقول لكم شنو هو ثغرات ديالو. يعني شنو هو المرفق العمومي في التعريف ديالو؟ المرفق العمومي هو المرفق اللي في خدمه الساكنه، يعني منشاته وموارده البشريه، وكاين منشاه عموميه بدون موارد، المتاحف منشات عموميه، الطرق منشات عموميه، قناطير الموانئ كذلك، هذو كلهم منشات عموميه، والمرفق لا يكون فيه الموارد. لهذا فوتوا التدبير المفوض، كانت اسيدي يعني توزيع الكهرباء والماء والتطهير، وكانت النقل الحضري حتى هو فوتوا له، وكانت النظافه لا بروبرتي، غادي هادو نطرقوا لهم ثلاثه، يعني توزيع الماء والكهرباء والنقل الحضري والنظافه لا بروبرتي، واحد بواحد.
نبداو سيدي الا بغيت تقول بتوزيع الماء والكهرباء. توزيع الماء والكهرباء كل يعلم راه هناك هنا انه السند القانوني هو واحد القانون 54/05 ما جاش حتى 2006. وكيفاش احنا وقعنا في 1997 خدموا بدون سند قانوني؟ يعني السند القانوني جاء باش يشرع واحد 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 الوضعيه، فان كانت وضعيه يعني كانت تسند الى نصوص عامه، وكي جاء هو قنن ما بيش انا طلعت عليه ما بيش، ولو انه فيه شي ثغرات، فهمتيني؟ اذا على هذا القانون 54/05 ما نستناوش نقلبوا على ليداك وريضال وامانديس واش تطبقوا، لانهم وقعوا في العقد قبل. ولكن اللي توقع من بعد مثلا النقل فيوليا، ويعني هذوك الشركات ديال الاوتوبيسات غير هذيك، كان الاكثريه راه داخليه الاوتوبيس النقل، ناس يعني اشخاص ناشطين مغاربه، غادي نذكروا عليهم. نبداو حنا على هذا يعني توزيع الماء والكهرباء. عندك سيدي كاين اربعه ديال الشركات هما اللي خذاو هذا التدبير، هما شركات يعني ليداك وشركات ريدال وشركات امانديس، جوج طنجه وتطوان، هذو عندهم تابعين واحد مساهمين عالميين معروفين بزاف، وهما يعني فيوريا وهما السويس سويز، هذو جوج ارفع اكابر مساهمين في هذا الميدان. نعم الجوج فرنسيين، ولو انه دخلوا في الاسهم حتى الاسبان داخلين، ولكن هذو الفرنسيين هما اللي مسيطرين على، فهمتي؟ اذا الا بغينا نعطيك غير واحد الموارد البشريه ديال يعني ثلاثه ديال القطاعات هما هذا توزيع الكهرباء والماء والتطهير والنقل والنظافه، اعطوا الموارد اللي كاينه موجوده يعني الاحتفاظ بها لازم في العقود، وكان اللي هما غادي يوظفوا التوظيف. بالنسبه للماء والكهرباء والتطهير يعني وظفوا 2300 عون واحتفظوا على 4900. عندك النقل وظفوا 6000 واحتفظوا على 700، وظفوا اكثر النقل الحضري. والنظافه اللي غيفوتوا علينا الازقه وينقيو لنا النظافه ويمشيو يديو الافراغ ديال لا ديشارج بيبليك وينقيو الازقه، يهزوا النفايات وينقيو الازقه ويمشيو ويفرغوا هذوك، ووظفوا 12000 واحتفظوا على 6000 كلهم ثلاثه. شحال ديال الشغل منصب الشغل؟ 31600 شغل منصب، 31600 31600 ياك باش تكون عندنا. اذا هادو وظفوا، والا شفنا شوف غير هنا واحد الاحتفال، احتفظوا لاليداك وريدال 4900، وظفوا 2300 وظفوا قليل، وكذاك التوظيف ديال هذا ليداك وريدال وامانديس راه وظفوا حتى ديالهم وفي الثروه ديالهم. غادي نوليو لهادشي باش تعرف شنو هما. اذا الكهرباء والماء والتطهير كيفاش يسد الحاجيات ديال المغاربه؟ عندك اربعه ديال الشركات اللي قلتهم لك، 12 وكاله حضريه اللي بقات لحد الان، 12 ديال الوكاله ما كان باس نعطيك اللائحه ديالها باش تعرفها الى ما طورتش عليك. ياك سيدي احمد ها هما تراهم الى بغيت. التوزيع المغربيه رضيف شوف المدينه. نعم رضيف بفاس، رادين بمكناس، راديما مراكش، راك قنيطرة، راديس أسفي، راديج الجديدة، راديل العرائش. ياك هادو عندهم الكهرباء والماء والتطهير، هادو غير الماء والتطهير ما كاش الكهرباء. رامسا، أكادير، راديو وجدة، راديت بني ملال، راديك ستات، راديطا تازا. تازا هادو عندهم غير الماء والتطهير، هادو الماء والكهرباء. اذا 12 باقي خدامين لحد الان تابع الجماعات الترابيه، الجماعات الترابيه تحت الوصايه ديال وزاره الداخليه، يعني هما مؤسسات عموميه
عندهم استقلاليه ماليه يعني تحت الوصايه، حتى هم عندهم رقابه ماليه، رقابه ماليه يخضعون الى الرقابه الماليه ديال وزاره الماليه، واحد القانون 69/00 ياك. هذا بالنسبه لوينو، شحال عندهم من مركز؟ اربع شركات وكان 12 وكاله، ولوينو يعني مكتب الماء والكهرباء عنده 612 مركز، كي نقول مركز جماعات الى غير ذلك 612. اذا الى بغينا نقولوا هذوك الاربعه ديال الشركات الاجنبيه عندها 46 مركز، تغطي 46 مركز، 13 مركز تغطيها ريدال، و11 مركز تغطيها ليداك، و8 ديال المراكز امانديس طنجة، و14 امانديس تطوان. قلنا شكون هما ديال فيوليا وسواز راه معروفين، غادي نزيدوا ما كان باس نهضروا كيفاش هذا التوزيع ديال الماء والكهرباء. سيدي احمد كيفاش شكون يصرف عليه بزاف ومنين يجي؟ هذا الشركات الاربعه ولا 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 الوكالات اللي تابعين الجامعه الترابيه راه كلهم كياخذوا من لوينو، ويعني مكتب الماء والكهرباء منين ياخذ؟ يعني من عند الوزاره اللي كانت تحكم في البراجات. يعني عندنا احنا الماء والكهرباء يا اما جاي من البراجات يا اما جاي بالغاز، يعني المواد البتروليه يعني. وكيفاش شحال باش يبيع؟ كي نقولوا مثلا مكتب الماء والكهرباء راه قابض راسه كيدير مشاريع، ولكن راه كيجيه توزيع ديال الماء راه بخس وما يخلصش تقريبا. الدوله ما مازال ما يعطيلهاش داك الشيء المقابل ديال داك الشيء اللي كتعطيه، وهو بنفسه كيبيع الماء والكهرباء لهذ الاربعه ديال الشركات ويبيع للجماعات. نعطيك واحد المثال، شحال يبيع هو المتر مكعب ديال الماء لهذ الشركات؟ المتر مكعب ديال الماء جوج دراهم ونص، المتر مكعب ديال الماء وشحال هما يبيعوا لي كوليه؟ 15 درهم. ايوا الربح بزاف اصاحبي. ها ايوا حنا نربحوا المغاربه، علاش نعطيوه للاجانب؟ حنا نربحوا احسن، فهمتي؟ هذا باش لفت النظر ديالك. كان طائلة. نعم 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 نعم. ودابا شوف راه لاحظوا عليه السلطات المغربيه، لاحظوا على هذه الشركات باللي ما التزموش بالالتزامات ديالهم، ما وفاش الالتزامات ديالهم على جميع الاصعده، الاستثمارات الى غير ذلك، كل شيء يعني حتى كانت فما عدم شفافيه. يقدر الله يسمح لنا كانوا يعني يسرقوا ولا ينهبوا. اسمح لي على الكلام. بالنسبه للرقابه مكتب الصرف، شوف مكتب الصرف في 2008 مشى قبله ليداك الدار البيضاء، لقى السي احمد كتعمل واحد العمل قبيح، عندها كدير مساعده تقنيه راسيستونس تكنيك، وهذه المساعده التقنيه مع كل الاسف مكتب الصرف انتدبها للابناك، كون خلاها ليه يرقبها مزيان، فهذيك الانتداب اللي عطى الابناك عطى لهم حتى المساعده التقنيه راسيستونس تكنيك، ومساعده التقنيه يعني ما تقدرش يعني كنقولوا اوباك نون ترونسبارونت، يعني ما تشوفش شيء مزيان. كيقول لك مساعده تقنيه، وجا واحد تقني من فرنسا وجا ودار لي واحد 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 لوجيسيال، دار لي واحد مساء اعلاميات، واحد برنامج اعلامي، وسوالي قدا وتزيد هذيك في الكلفه ديال الشركه، كي زادت في الكلفه تنقص في الربح، اذا تعطي السلطه المغربيه الربح. ومكتب الصرف قالوا لا لاحظوا عليها، ودار التقارير ديالو للمفتشين اللي مشاو ديال مكتب الصرف، ولكن واش عملوا بذاك الشيء ولا ما عملوش الله اعلم. كاين اسيدي احمد كاين واحد يمكن ضغوطات ما بين دوله ودوله، ضغوطات يعني راه مكتب الصرف تابع دوله، وهذيك راه ليداك تابع دوله، وبيناتهم الدول ولا ربما شي يضغط على شي، فهمتي؟ حنا كنقولوا الحقائق وهما يتصرفوا كما بغاو. حنا هذا دراسه علميه كلها مستنده يعني مصادر نعم رسميه، يعني راه منها الكتب وهذا، فيهم حتى وزاره الماليه وكوميساريا اوبلون، يعني جميع السلطات المغربيه راه عندها. كان اللي يعطي هذه المعلومات كان اللي شي شويه بواحد الطريقه محتشمه، ولكن كيعطيو ما عندهم حتى شي عقده على هادشي، ما عندهم حتى شي عقده. نفوتوا ما كان باس للنقل. لا بغيت نتكلم لك اللي الدوله قلت لك ديرها كتخسر، دارت واحد سكون بما يسمى بالعقد
البرامجية أو العقد النماذج. هذه العقد النماذج كانت واحد العقدة ما بين الدولة يعني ومكتب الماء والكهرباء في 2014-2017 عطاو لهم 45 مليار ديال الدرهم فيها تحسين هذا الشيء وايصال الكهرباء والماء الى القرى الى غير ذلك، داك الشيء مقنن. شنو وواحد البرنامج اخر 2019-23 51 مليار. هي باش نقول لك راه الدوله كتخسر، علاش؟ ماشي سهل، فهمتي؟ باش يجي واحد ياخذ الثمره ديالو ساهله مهله ويديها للخارج، لا. الانسان ما تبقى فيه، اسمح لي نعطيك نولي للنقل. النقل الحضاري درت واحد التوزيع كيفاش الناس كيستعملوا النقل. زبرت 50% مشاة رجل، 50% 19% يتاخذوا الحافله، و 15% سياره صغيره، و 16% سياره شخصيه. 50 يعني مشاة، 19 حوافل حافلات اللي غادي نتكلموا عليها، و15 سياره صغيره بوتي تاكسي، و16 شخصيه بحال اللي عندك وعند فلان الاخر، ياك. نمشيو للنظافه. النظافه يعني نقدر نقولوا حل بعض المشاكل، لانه السلطات ديال المدن الحضريه راه واحد الوقت عجزت باش تأديها الخدمة على أحسن وجه، ومشات لجأت لهذا نعم، ولكن عن طريق الانتداب، تفوض الانتداب، تدبير مفوض، تدير جيستيون ديليغي. كاينه سيدي كدير هذا النقل، يدير المدن المهمة في المغرب على رأسها الدار البيضاء والرباط إلى غير ذلك. غادي نوليو نعطيو شويه فيها بعض الملاحظات. نمشيو للنظافه. النظافه هي جمع يعني الجمع والتنظيف والافراغ. كان سيدي 147 جامعه ترابيه اللي كتخدم هذه الشركات. 74% ديال المدن تاديها لها الشركات. يعني شحال من عقد وقعوا في هادشي ديال النظافه؟ 15 عقد. وشحال مفوض له؟ 15 كذلك. عندك وكان بعض المؤاخذات اللي درتهم انا على هذا سميتو ثلاثه ديال التدبير المفوض. كان نقل، كانت تنقصوا تصاميم ديال المدينه الى غير ذلك، كان خريطه النظافه، كان خريطه الافراغ ما عندوش. كان ضروري خص يديروا واحد معالجه هذيك النفايات، يعالجوها من جديد، ريسيكلاج يعني. وكانوا يزيدوا فرص الشغل اكثر لو كان داروا هذا المعالجه. يعني باش ما نطولش عليك، نمشي في السعر النتائج ونقول لك اودي شنو وقع. كان في 1998 قالوا اودي غادي النفقة العمومية غادي تنقص، يعني المؤسسة العمومية تنقص النفقة ديالها. مشيت ندير مقارنة ما بين 2006 و 2020، جبرت النفقة ما نقصت والو. 2006 كانت النفقة العمومية تساوي 18% من الدخل من الناتج الداخلي الإجمالي، و 2020 ولات 20%، بالعكس زادت النفقات. راه واحد الوقت كان النهار اللي جا السيريوس فيه كانوا حتى هذاك الاسطول ديال السياره تقلعوه، البارك اوتوموبيل باقي راني نشوفهم، راه باقي راه كاينين، فهمتيني؟ يعني الا بغيت تقول هادشي ديال 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 الفاتوره، يعني التعريفه ديال الماء والكهرباء زاد، كانوا يقولوا غادي ينقص والجوده ديال الخدمه تكون مزيانه. للاسف يعني واحد الجار هنا عندي سنه وهو هذاك يعني الحاسب ديالو ديال ما يعملش، وجا واحد المره وعطاو له واحد التعريفه كبيره، واحد فاتوره كبيره يخلصها خياليه، ما قدش، وقالوا له خلصها ولا نقطعوا عليك عندك سيدي عندي بعض اقتراحات باش نكملوا، لانه الوقت يداهمنا. انا نقول اودي كانوا بعض السلطات قالوا غادي نبدلوا هذا التدبير المفوض بشركات جهوية متعددة التخصص، سميتها سوسيتي ريجونال ملتي سيرفيس.
هذا الشركات شركات ما قالوش يعني مؤسسات عموميه ولا شركات غادي نمروا راه عندها راه عندنا يعني هذو كلهم وكاله. قلت لك انا يعني انا ما لا اتفق مع الناس باش نرجعوا عاوتاني الشركات، وحنا بعناهم ديك الجهه، حنا بعناهم اسيدي عاود نرجعوا الشركات. انا لا اتفق، ولربما هنالك رايان، راي يمكن يتفق وراي، ولكن الناس خص... نعم نعم وجهه نظري، وخص خص يشاركوا يشاركوا المجتمع المدني سيدي، يقولوا له اش بغينا نديروا نديروا اشهار ويديروا طاوله مستديره واذاعه نعم نعم، وهذا الشيء خص يدير له دراسه عميقه، ماشي غير نجي ردها شركات. وانا راني بعتهم راني بعتهم، راني قلت لك 140 شركه عموميه بعتها ونرجع الشركه. دابا يقول لك لا غادي يديروها جماعات، هما اللي غادي يديروها ويكونوا مساهمين، ولكن غادي تولي شركه، شركه يعني تبقى شركه. آه انا بغيت نقول غادي تحيين قبل ما تحيين النصوص القانونيه، خصو يحيينوها يعني تم تجاوزها. نقول اودي الا بغاو يديروا شي حاجه ويعاودوا بغاو يديروا عقد جديد بهذا التدبير، خصهم الشفافيه. انا اقول خص لا بد من طلب عروض مفتوح ماشي محدود، وطلب عروض مفتوح يعطي سباقيه لذوك الناس اللي يكونوا خذوا تجربه من هذه التجربه السابقه اللي راهم خدامين تما بعدا، عندهم واحد التجربه. الا ما كانش عندهم اموال باش يساهموا نسلفوهم ويخدموا البلد، يخدموا البلد، ومن بعد نعطيو الناس اللي نديروا منافسه، نديروا منافسه. غادي يكون عندنا يعني دفتر الشروط الخاصه، نعطيو الشروط ديالنا ونعطيو يعني هذاك الدفتر الاستماره اللي غادي نديروا فيها شحال خصك تجربه، تكون عندك محاسبات الى غير ذلك، نعطيو الشروط ديالنا اللي يعني نعم نعم كنقولوا تحمل هو لو سي بي اس والاخرين ريغلومون دو كونسلتاسيون، تحملت فيه ثلاثه ديال الدفاتر الاستماره بزاف اللي كيديروها الخلط. ما دفتر تحملت فيه لي كاي كومون لكاي دي بريسيون سبيسيال ودوتر كاي، ثلاثه ديال الدفاتر كي نقول دفتر تحملت سي بي اس برا كيكفي. يعني نقول اودي تشديد المراقبه كانت راها هذيك راها ما كانوش يتراقبوا، تقريبا ما كانتش مراقبه. جدينا بالمعادله الى مشينا نفوتوا هذاك التفويت اللي في الاول فاتوا الشركات العموميه، كان بعض الاخوان اللي انا قلتوا على الكتاب هذا جبت واحد فقره منه راك شوفوا، قالوا داوها غير رجال الدوله هما اللي داو هذوك الشركات، قالوا معادله رجال الاعمال رجال الدوله، خصنا نتجنبوا هذا الشبهه. نعم 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 اجتناب هذه المعادله انا درتها هنايا. وقلت اودي ما كان باس نولي ونصلحوا شويه الاداره، يصلح الاداره يصلح لنا هالشيء يعني. ما كرهتش انا استرجاع شركات يعني تابعه للقطاع العمومي، نسترجعوها بحال المحروقات نسترجعها، المعادن، المواد الفلاحيه، المسائل الضروريه اللي الساكنه الا غليت عليها الثمن ولا غيكون ضرر ليها. وسمحوا لي ونختم هنايا ونتمناو الى عجبهم الاخوان المتتبعين نعمقوا هالموضوع او ننتقلوا لموضوع اخر، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.